أعزائي الأحباء، بما أننا هنا في مدينة الموسيقى والثقافة والفنون والجمال والطبيعة الساحرة الخلابة فيينا، فلازم نبدأ الحلقة دي بالمقطوعة الموسيقية المشهورة الدانوب الأزرق. طالما هنتكلم عن الدانوب الأزرق فطبعا لازم نتكلم عن يوهان شتراوس الابن العبقري الموسيقي النمساوي اللي ألفها سنة 1866، واللي هي اتعرضت أول مرة سنة 1867 في فيينا للجمهور. نهر الدانوب هو تاني أطول نهر في أوروبا بعد نهر الفولجا الروسي. بيمر نهر الدانوب خلال دول أوروبية كتيرة، منها ألمانيا، المجر، جمهورية التشيك، النمسا، وبيصب في بحر الأسود. هنتطرق دلوقتي ليوهان شتراوس الابن وشوية معلومات عنه. يوهان شتراوس الابن انحدر من عائلة فيينوية عريقة في مجال الموسيقى. والده يوهان شتراوس الأب كان مؤلف وموسيقار نمساوي مشهور في التأليف الموسيقي، وله أخ تاني اسمه إدوارد شتراوس وأخ ثالث اسمه يوزف شتراوس. العائلة كلها كانت بتعيش في فيينا من وعلى الموسيقى. وكان شتراوس الابن أسس فرقة موسيقية خاصة به، وكان بيجوب أنحاء النمسا وأوروبا، حتى راح روسيا بصحبة هذه الفرقة الموسيقية. ألف كتير من المقطعات الموسيقية والأوبريتات، منها مثلا كارنفال روما وغيرها كتير، لكن اللي جلب له الشهرة الحقيقية والمجد في عالم موسيقى الفالس كانت المقطوعة التي تحمل اسم الدانوب الأزرق، أو باللغة الألمانية أندر شونن بلاون دوناو. يوهان شتراوس الابن اتولد 25 أكتوبر سنة 1825 في فيينا، وعاش في فيينا معظم سنوات حياته. تجول بالفرقة بتاعته بين ربوع النمسا ومروجها وعبر عنها في الموسيقى. الفالس هو شكل موسيقي إيقاعي تحول فيما بعد إلى نوع راقص، وهو أحد أنواع الرقص الشعب النمساوي، ولكنه ليس بفولكلور. واخد بالك يا لورد، مش فولكلور، وهي رقصة مجتمعية بيرقصها النمساويون في مناسبتهم طول أشهر العام. بدأت في النمسا وجنوب ألمانيا وانتشرت بعد كده في أنحاء العالم، خصوصا بعد الشهرة اللي حازتها مقطوعة الدانوب الأزرق. هتسمعوا المزيكا دي وهتشوفوا قد ايه هذه الموسيقى الجميله لها سحر بقوه تاثيراتها الشعريه. الفالسر كما يسميه الالمان والنمساويين فالسر، الانجليز بيسموه فالس، هي موسيقى بتنضح بالمرح، مليئه بالمرح والايقاع الراقص والتفاؤل والسهوله وحب الحياه. هي ايقاع ثلاثي النبضات، واخد بالك يا لورد، يعني العدد فيها عباره عن ثلاث وحدات فقط، ثلاث نبضات فقط، واخد بالك يا لورد. الثلاث نبضات دول مش زي بعض، النبضه الاولانيه قويه جدا، اللي بعدها اضعف ثم اضعف، يعني ركز معايا يا لورد، 1 2 3. بتلاحظ وانت بتسمع هذه المزيكا بقوه التاثيرات الشعريه الموسيقيه والانغام الهادئه اللي بتتسلل الى النفس، وكان امواج النهر الرقيقة الوديعة وطيور الدانوب الجميلة الحالمة المسالمة تريد أن تتكلم. تعتبر موسيقى الدانوب الأزرق واحدة من أهم المقطوعات النمساوية المحببة إلى قلوب الشعب النمساوي، ودائما بيتم عرضها بشكل دائم في كل المناسبات، كما أنها تقدر تقول النشيد الوطني السري للنمسا زي ما بيقولوا، وبتعتبر من أشهر المقطوعات الموسيقية في تاريخ النمسا نفسها، وهي الموسيقى التي يسمعها الملايين حول العالم، بالذات في حفلات رأس السنة وبداية كل عام جديد بيتفائلوا بيها، وبتضاف إيقاعها الراقص الجميل المتفائل يا لورد. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه هو لماذا سمى شتراوس نهر الدانوب بالأزرق وهو ليس بأزرق؟ الدانوب لم يكن أبدا نهرا أزرقا في تاريخه الجغرافي كالنيل مثلا، فهو بتلون بألوان كثيرة عبر شهور السنة، فطارة يكون أخضر لكن اللون، وطارة يكون لون الطين بفعل الأمطار الغزيرة، ومرة يكون بلون العشب الأخضر الفاتح. لكن السر بيعود إلى كاتب الأغنية الشعر النمساوي اللي هو اسمه فرانس فون جيرنر سنة 1890 في فيينا، قال في إحدى أبيات الشعر بتاع الأغنية
أنت أيها الدانوب أيها الأزرق، أنت الذي تتسلل بمائك في الغابات والسهول. لكن هناك عديد من الآراء، لكن ربما يعتقد الكثيرون يعني أن الرأي ده هو أكثر الآراء يعني قابلية. في حاجة تانية برضو أعتقد الكثيرون أن هناك قصة حب بتربط، وقصة حب وغرام بتربط عائلة شتراوس الفيناوية بالدانوب، وأنهم مغرمون بهذا المكان، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما. شتراوس كان يكره نهر الدانوب، يكرهه كثيرا، لأنه كان بيغرق البيوت المبنية على ضفافه أثناء فيضانه في شهور الصيف. وكان شتراوس الابن يسكن مع والديه وإخوته في بيتهم بشارع طابور شتراسة على ضفاف النهر، وكانت المياه بتغمر البيوت كل مرة، وتضطر الأسرة للانتقال إلى مكان آخر في وسط الليل. فشتراوس ما قدرش ينسى هذه الحاجات، وكان دايما بيقولها في مذكراته. بعض نقاد الموسيقى شايفين إن ألحان الدانوب الأزرق هي نتاج لروح الفكاهة الفيناوية السوداء الساخرة. شتراوس الابن توفى سنة 1899 بالضبط في 3 يونيو 1899 بعد معاناة طويلة من التهاب رئوي حاد، ودفن في المدينة التي أحبها فيينا. وفيينا بتحتضن بالمناسبة كتير جدا من تماثيله، وهو بيعزف على كمانه المشهور. شتراوس بالفعل نجح في أن يجعل من الدانوب نهرا أزرقا رغم كل شيء في مخيلة الناس، وأضفى بخياله الرومانسي الجميل الكثير لتمجيد هذا النهر الخالد.